إذن هذه القضية ستكون محور نقاش معنا الليلة مع الدكتور أحمد خليل، عضو مجلس الشعب في حزب النور المصري، النائب رئيس الرابطة القبطية الأستاذ إدمون بطرس، سيكون أيضا معنا داخل الاستوديو الشيخ بلال دقماق رئيس جمعية اقرأ، أيضا الشيخ دكتور أحمد كنعان سيكون له مداخلة معنا عبر الهاتف. ولكن سنبدأ مباشرة مع الدكتور أحمد خليل من مصر، وهو عضو مجلس الشعب في حزب النور السلفي. دكتور أحمد مساء الخير، وكنا نود أن تكون معنا بالصوت والصورة الليلة، ولكن يبدو أن ظرف عزاء طرأ عليك حالة دون ذلك. نتقدم لك بأحر التعازي، ولكن أنت معنا مباشرة على الهاتف. مساء الخير. شكرا استاذ فضل. الدكتور أحمد خليل، ما الذي يعني جعلكم تأخذون هذا الموقف الذي أثار بعض اللغط عند عدد من الطوائف؟ هو أنا بشكر حضرتك على هذه الاستضافة، وبشكر كل ضيوف حضرتك في الاستوديو. الموضوع يا استاذ توني ان كنا هنتكلم فيه فانا نود ان احنا نتكلم عنه بصوره عامه شامله. نعم. ما نتكلمش عنه كموقف. انا شايف ان كثير من الناس ارادت ان تثير لغط وليس اثار لغط. نعم. لان الموقف مع شركائنا في الوطن من الاقباط واضح جدا، وبعد الثوره خاصه انا الصوت بيتردد. هل الخطا ده عندي ولا من عندك؟ لا انا سامعك بوضوح دكتور احمد، ولكن سأتوقف عند كلمة شركائنا في الوطن الأقباط. يعني أنتم اليوم كحزب نور سلفي في مصر تعترفون بأن الأقباط في مصر هم شركاؤكم في الوطن. نعم. إذن ما الذي حدث في البرلمان المصري؟ بالنسبة للدقيقة الحداد، الأمر يتلخص في دقيقة وموقف شرع اتخذه بعض النواب. الدكتور الأستاذ سيد مصطفى رئيس الحزب أو نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية داخل، وقف مع من وقفوا، وقلنا أن الأمر هذا أمر شرعي اتخذ بعض النواب ولهم الحق في ذلك، حق الاختلاف، ولا نريد أن يتعدى الأمر. نحن عزينا في البابا وأعلنا هذا على موقع الحزب، بل وعزينا فيه في البرلمان. نعم. قلنا البقاء لله، وعزينا شركائنا في الوطن من الأقباط بل من النواب المسيحيين الموجودون معنا في البرلمان، والأمر لا يتعدى هذا الموقف. لا نريد أن يأخذ أبعاد أكثر مما ينبغي لأن الأمر لا يتحمل. وإذا عددنا النواب الذين وقفوا فهم 4 نواب فقط. التقرير اللي حدث في نوع من أنواع التعميم، لأن الدكتور وجدي غنيم هو ليس من حزب النور، وهو معروف بمواقفه المحددة الدكتور وجدي، ولكن هو ليس من حزب النور فلا يعبر عن موقف الحزب. عفوا، ولكن أريد استيضاح يعني شغلي صغيري من حضرتك. هناك داعية، يعني داعية سلفي أو دعاة سلفيين إذا يستطيع، يعني إذا يجوز هذا التعبير، قالوا إننا لن نقف دقيقة صمت على رأس الكفر. يعني هل هذا ينطبق؟ يعني هل الأقباط أو المسيحيين بنظركم كسلفيين هم كفار لا يجب التعامل معهم، لا يجب الوقوف حدادا على أرواحهم؟ لا تاني حضرتك تضع مقدمة ثم تذكر كلمة الحداد. نعم. قلت لك من أول المكالمة أن نقطة دقيقة الحداد لا تنطبق ولا نريد أن نعممها. الموقف واحد. العقائد هذه واضحة عند الجميع، عند الجميع العقائد، ولكن المعاملات أي عقائد واضحة عند الجميع دكتور أحمد؟ ما هي العقائد الواضحة عند الجميع؟ عقيدتي وعقيدتك أمر واضح. نعم. وهي؟ تمام. أنت تؤمن بعقيدة وأنا أؤمن بعقيدة. لا. نعم. نفتش على عقائد بعض. نعم. هذا ليس تفتيش. تمام. ولكن عقيدتي وعقيدتك أنت تحتفظ، والأمر واضح، ولكن الأمور في منتهى الوضوح في أمر المعاملات. فالعقائد واضحة. الدين ينقسم إلى أمرين، حقائق وحقوق. الحقيقة لا أحد يخالف فيها، وأنا على عقيدتي ولم أغيرها. نعم. وأما الحقوق فالرب جل وعلا أمرنا بالبر والإقصاد لشركائنا في الوطن، ونحن محافظون على ذلك، فلا نريد أن نؤخذ في بنيات الطريق. مواقفنا واضحة جدا. صح.
صحيح. مبنية على الهدوء وعلى الموعظة الحسنة وعلى الحكمة. وموقفنا الأخير في حادثة العمرية وما نسب لكثير من المسلمين بتهجير الأقباط، شهادة الجميع على الموقف التيار السلفي وحزب النور من شركائنا في الوطن داخل العمرية، هو واضح جدا أننا فعلا نتعامل معهم بالحسنى والبر والإقساط. أنا أود أن أشكرك حضرة الدكتور أحمد خليل، عضو مجلس الشعب في حزب النور، كنت معنا مباشرة من القاهرة، على هذا التوضيح الذي قلت فيه أن هناك ربما من أراد أن يصنع نوع من الخلاف أو ما بعرف الشرخ. من الشرخ. الدكتور أحمد خليل أكد على الشراكة في الوطن بين المسلمين وتحديدا بين السلفيين وبين الأقباط، على عكس بعض ما ورد في بعض التصاريح التي تكلمت عن كفر وما إلى هنالك. أستاذ إدمون بطرس نائب رئيس الرابطة القبطية، بعد ما سمعت كيف ترد أو ماذا تقول؟ يعني اسمعه تفرح، شوف أفعاله تحزن. الكلام هذا اللي عم ينحكى هلأ بيضربوا من اليمين وبيعتذروا من الشمال أو بيتملصوا من ميل تاني، ما بقى يعني كلام ينفع هلأ. خلص هلأ نحن بدنا أفعال. نحن هلأ بمرحلة كتير دقيقة بمصر، نحن بمرحلة تحضير دستور جديد للبلاد. نعم. لما كانت ثورة 25 يناير طلع المجلس أعلى للقوات المسلحة مشان يهدي البال المتظاهرين بالشارع، قال سوف نعلق العمل بالدستور المصري. بعد رجع قال سوف نعدل بعض المواد المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية على أساس أنه بعدنا بيعملوا دستور جديد. صار في أصوات هناك بتقول أنه بدنا نعدل، بس بسرعة شوي، نعدل المادة الثانية، نعدل المادة الثانية بالدستور المصري اللي بتقول أنه الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين في الدولة المصرية. نعم. في ناس قالوا لا نحن ما بدنا نعدلها. البابا شنو ده الله يرحمه قال نحن لا نطالب بالتعديل هذه المادة، ولكن نريد أن نزيد أربع كلمات: وللمسيحيون قوانينهم الخاصة. نعم. في شيء يعني أنت بدك تزوج المسيح وتطلقه حسب الشريعة الإسلامية، ما بيصير في فإذا نحن بدنا. نعم. بالدستور، مش انطلاقا من شراكة الدكتور اللي عم يحكي وأشقائه وزملائه بالطيارات الإسلامية السلفية وغير السلفية، إنه نحن بدنا نكرس هذا الواقع بدستور مكتوب. ما بدنا نحن مش أولاد زمي، ولا بدنا نحن ما بدنا مني من حدا. نحن مش داخلين على مصر ولا شعب غريب، نحن من أصل شعب الأصل بمصر وعنا حقوق وواجبات مثلنا مثل كل المصريين. فإذا نحن بدنا بالدستور نكتب حقوق المسيحيين ويكون عنا المساواة في الحقوق والواجبات. شو رأيه بهذا الموضوع؟ نحن ما بدنا حكي، هو عم يحكي حكي كتير حلو، هل يوافق على موضوع؟ في حدك شيخ بلال، شو رأيك بهالموضوع؟ هل يوم حضرتكم، هل أنتم مع منح المسيحيين حقوقهم؟ مش منح، هذا حق. نحن ما بدنا حدا يمنحنا إياه، ولا بنقبل حدا يقول أنا أوافق على هذا، حقنا. بدنا نوضح مسألتين وبدنا ناخده. 2000 سنة 1400 سنة مرقوا، تم التنكيل بالمسيحيين بمصر، يعني وعم بتهم فريق إسلامي، ولكن هذا حقنا وما بنقبل حدا يقول لحنا نعطيهم. لا، هذا كلام غير مقبول وغير لائق وغير منصف ابدا، يعني بعيد كثير جدا عن الانصاف. اولا يعني جماعه حزب النور عزوا بالبابا كما سمعتم الان. نعم. وكما عرفتم وكما صرح احد اعضاء البرلمان المصري من حزب النور. امر اخر، الكنائس المصريه، رحت الى مصر عده مرات، يعني الكنائس المصريه موجوده. احداث اسكندريه كانوا شباب السلفي بالحوهم الكبيره يحرسون هذه الكنائس والحفاظ عليها. قضية القوانين وما شابه ذلك، الجميع رضخ إلى الديمقراطية، والشعب المصري اختار حزب النور السلفي والإخوان المسلمون هم من يقررون مصير حزب أو الشعب المصري، طبعا باحترام والمحافظة على حقوق الآخرين من النصارى هناك. يعني فهذا أمر، يعني كما قال الأستاذ هون، يضربون بيد اليمنى بهذا. يراد كل المجتمعات الإسلامية السلفية حتى يحافظ على يعني على وجود كل الأديان وكل الطوائف، السلفيون يحترمون الجميع. وخير دليل على ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه بالخطاب عندما تعرض. لا خلينا، عفوا عفوا، بس سأترك هذا العنوان عنوانا عريضا للحلقة المقبلة عن بس كيفية. ما أعطيتني وقت، عم بقول لك بالحلقة أوضح عدل الإسلام في تعامله مع النصارى. ما يعني سنوضح هذا الموضوع تفصيلا في الأسبوع المقبل بإذن الله، عن علاقة الأقباط. بلكي بيكون معنا كمان بالصوت والصورة من القاهرة مسؤول عن حزب النور السلفيين وعن كل العالم العربي. بلكي بنطرح هذا الموضوع موسع بالعلاقة، ليس فقط بس المسيحية السلفية، إنما العلاقة الشاملة بين كل الطوائف وبين كل الأديان. لو تعطيني نص دقيقة أوكي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
عندما اعتدى أمير مصر رئيس مصر في حينها عمرو بن العاص ولده على قبطي عندما تسابق مع بعضهما في 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 ركوب الخيل، أرسل إليه إلى 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 المدينة وحاسبه لهذا الرجل هو ابن عمرو بن العاص، وقال له كيف تضرب هذا النصراني وهذا القبطي، فأعطى الصوت للقبطي يضرب ابن أمير المؤمنين في حينها وقال له اضرب ابن الأكرمين كما ضربك. طيب. فهذا هو عدل الإسلام والمحافظة. هذا الموضوع سيكون محط حوار الأسبوع المقبل على مستوى العالم العربي ككل، لبنانيا مصريا وعربيا، لنقف عند حقيقة التعاطي ليس فقط بين السلفيين والمسيحيين إنما بين كافة الطوائف مجموعة في العالم العربي. شكرا لك أستاذ إدمون بطرس. بدي أعتذر من فضيلة الشيخ دكتور أحمد كنعان اللي كان حابب يوضح لنا عن موضوع معين كتير مهم، ولكن في الحلقة المقبلة إن شاء الله بيكون معنا على البلاتو داخل الاستوديو. وأيضا شكر كبير للدكتور أحمد خليل عضو مجلس الشعب في حزب النور السلفي في مصر. شكرا لكم جميعا على المتابعة لهذه الحلقة، شكرا إلى كل مشاهدينا عبر قناتي الجديد والفضائية اللبنانية LBC، وبإذن الله ستتابعوننا دائما عبر هاتين القناتين بإذن تعالى، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل بنفس الوقت. تصبحون على خير.